السلام عليكم الاخوان. شوف فيديو هذا خصني مهم، خصني جوج شيافر ياك يكونوا ساكنين في العوامه. وقبل ما نتطرق على جوج شيافر المواصفات ديالهم وكذا، غنخلي لكم العباره. شوف العباره والنتيجه ديال الفيديوهات وهذا الفورماسيون وهذا الشيء كامل اللي كنعمل في هذا الباج. انا نوريكم اولا، غنقول لكم شنو داير. واحد من المتابعين ديالي دخل عليا الواتساب، قال لي وريني الشركه، ديك الشركه اللي كانت طالبه الشيافر. وريته الشركه، صدق ما جابش الله وقيله في ديك الشركه هذيك، دبر في شركه وحده اخرى، فهمتيني، خدم معاهم. دابا باش تعرف بنادم رويجل، ها هو جا خدم في الشركه وفي نفس الوقت كيدبر الشيافر من الشركه. اتصل بيا قال لي خصني جوج شيافر يكونوا ساكنين في العوامه، ثمن مزيون بالوريقات ديالك. المهم انا هاد الفيديو دابا حاليا هو طلبوا مني اليوم. شحال اليوم في الشهر؟ اليوم 6، اليوم الجمعة، اليوم 6 في شهر 9. انا سكريني لكم، سمعوا بعدا عاد نقول لكم مواصفات الشيافر اللي خصني. سمعوا هاد الاوديوات هادو وشوفوا المحادثة اللي دارت بيني وبين خانا هذا. يعني هو جا عيط لي خصو يقلب على خدمه، مشى جاب الله التيسير. دابا خدم الشركه ديالو موقفه على جوج شيافر. دخل عندي قال لي اخي ياسين خصني جوج شيافر. سقسيتو قال لي يكونوا ساكنين في العوامه. قلت له واش يكونوا عاد مبتدئين، يعني سواء كانوا عاد بادين في الدومين، سواء كانوا يعني الدراري مثلا برانيين من الداخليه وكذا، واش يخدموهم؟ قال لي لا، يكونوا حافظين بارادات. سمع مواصفات وسمع شنو قال لي وانا نعاود غاتفهموا كلشي. يعني حنا ما كنتريقلوش على عباد الله، غاتفهموا شنو داير كامل. السلام عليكم خي ياسين، لاباس عليك، الله يرحم والديك. اخي شمن شركه اللي هضرتي عليها في فيديو، في ديك الفيديو اللي خصهم شيافر؟ الله يرحم الله يرحم والديك. اودي هذيك الشركه الابره، فهمتش انا شرحت. الله يرحم والديك اخي ياسين، الله يخطك الله يكبر بك. صافي عندي النمر ديال داك خاي ديالي، دابا نصوني عليه. الله يرحم والديك اخي. سير سمح لنا الله يكبر. ياسين مزيان اخويا، كلشي بخير. الله يكبر بك اخي ياسين. شوف الا كاين على يدك شي شيافر في اتجاه ديال العوامه. اه وقت جوج شيافر. اخويا ياسين سمح لنا الله يكبر بك. نعم. واخا انا نشوف لك. الله يعزك السي ياسين، الله يخطك الحبيب. امين اخي الله يرحم بابك، اللهم يسر. جاب الله التيسير فينا بعدا. واجي هاد جوج شيافر واخا ما يكونوش حافظين بارادات ولا كيفاش، فهمتي؟ ما نساوش بنادم المجتمع. واش الشركه بعدا؟ لان تينك عارف دابا الطومين ملي كيكون كتكون مثلا الانسان الا خصو شيافر مزيونين تتكون الشركه مزيونه، فهمتي؟ المهم تينك عارف غير باش نعرف كيفاش نفيريفي بنادم، فهمتي؟ اخي ياسين لا صافي انا جاب الله التيسير. انا كنت وقفت واحد الايام اخي ياسين، صافي الخدمه موجوده بيني وبينك، راك عارف هاد الحرفه كي دايره اخويا ياسين. صافي بغيت تقول لهم انا كاين. الله يرحم باب. المهم شركه مزيونه كتخلص 3800 ياك، الوريقات ديالك المسائل كلشي ريكوله. راس راك عارف السيرفيس ديال الشركه تا ياسين، كضرب معاهم داك الشهر كدا، تا كيعرفوك راك خدام معاهم، عاد كيديكلارو بيك. ما جاي ما كيديكلارو الشهر الاولاني كدا، راك عارف هاد السيرفيس. لا لا فاهم فاهم، بغيت نعرف ايش من الشركه، فهمتيني بالضبط. شافر ياسين خصو يكونوا حافظين شويه البارادات اخي ياسين. البارادات حافظينهم. واخا اخي ياسين انا نشوف لك الشركه بالضبط وهاني معاك الحبيب. دابا نقطعوا الاسم الشركه، هو قال لي شمن شركه. ايوا صافي صافي واخا، ماشي مشكل دابا ملي يعني تكون الشركه بحال واقيلا عاد جديده باش تكون كذا. المهم معليش انا غادي نشوف لك شنو داير تما، فهمتي. صافي خويا انت خدام معاهم. الله يستراك اخي ياسر، الله يخطيك، خدام معاهم اخي ياسر. المهم كيف ما شفتوا الاخوان، دابا نجيو للموضوع اللي هضر لي عليه السيد. خصني جوج شيافر يكونوا ساكنين في العوامه وحافظين بارادات، ثمن 3800 درهم، كضرب معاهم الشهر الاول او الثاني وكيديكلاريو بك. والسلام عليكم، حاضر يعلم الغايب وبارطاجي. يعني ملخص هذا الشيء كامل هي اولا ان الخدمه موجوده، ثانيا هو الدري هذا ولد الخير،
يعني هذا بيدو راه ما حرفتلوش يشبر ويخدم ويديها في راسو ويسكت، فهمتيني؟ علاش فريمو حيت بنادم اي واحد دخل عندي نباج متابعين ديالي كذا بنادم رويجي راه الخاوه، اي واحد كيجي كيخدم بنادم رويجي راه الخاوه، والله يسهل على الجميع وتحياتي. المهم جوج يافر خصني يتصلوا بيا ابيل بلا ما يدخلوا عندي الواتساب وكذا. والنصيحه الثانيه يعني انتم سمعتوا يعني سمعتوا بالتفصيل الممل، خصني جوج يافر يكونوا حافظين طرادات ثمن مزيون. السلام عليكم.